السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. اصطدام حافلة خط جيجل الجزائر العاصمة وسيارة، خلف الحادث كحصيلة نهائية 5 وفيات، الأب والأم وثلاثة أولاد كانوا على متن السيارة من عائلة واحدة، وثمانية جرحى الله يشفيهم. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة. هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 7:40. الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين غرب الجريدية بلدية 14 دائرة خميس الخشنة ببومرداس. الله يرحمهم يا رب العالمين، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويشفي الجرحى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.